الحضور الكريم، من أراد أن يرى رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه فلينظر إلى هؤلاء الرجال. الكلمات مهما بلغت بلاغتها تقف عاجزة عن وصف ما قدموه من أجل الوطن، لكننا سنترك القاعة تتفاعل معهم كما يحلو لها. أسود واقفين في حبك يا بلادي، أسود قدام كل اللي يخون يا عادي. ده مين يمسنا أو يجي يقرب هنا؟ أسود وقد الوعود، أسود واقفين في حبك يا بلادي، أسود قدام كل اللي يخون يا عادي. ده مين يمسنا أو يجي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. لنا عظيم الشرف إن احنا نلتقي ونشوفكم، وكل الناس اللي موجودة مش بس اللي في القاعة، في مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال، أو من تبقى من الرجال اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل، دون مقابل. فاحترامي واحترامنا، تقديرنا ليكم كلكم. مش عايز أطيل عليكم، لكن أرجو أن أنتوا تقبلوا اعتذارنا لو كنا ما خدناش بالنا منكم قبل كده. أرجو وكان مهم أوي أن أنتوا تبقوا موجودين النهاردة عشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي، شوفوا تمن الكرامة بيتعمل إزاي. لا بيتعمل لا بالكلام ولا بالشعرات ولا بيتعمل بالدم والتضحيات. ولما اتعمل بالدم والتضحيات فضل باقي حتى الآن. فعظيم الشرف إن احنا نلتقي بيكم، عظيم الشرف إن احنا نشوفكم. ربنا يا رب يديكوا الصحة ويجازيكم خير على كل ما فعلتموه أنتم وكل أبناء هذا الجيل في وقته. شكري، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الصورة دي صورة جميلة، فإحنا مش عارف اللي حعمله ده ممكن يبقى مناسب ولا لأ، بس إحنا كمان لازم نتصور معاكم عشان نبقى جزء منكم وجزء من اللي انتوا عملتوه لدلوقتي والبكرة. فاسمحولنا إن إحنا يعني نتشرف بان احنا نبقى جنبكم. اسمحوا لنا. أسود وقد الوعود،
في حبك يا بلادي أسود قدام كل اللي يخون يا عادي ده مين يمسنا أو يجي قرب هنا أسود وقت الوعود أسود واقفين في حبك يا بلادي أسود قدام كل اللي يخون يا عادي ده مين يمسنا أو يجي قرب هنا أسود وقت الوعود أسود واقفين في حبك يا بلادي أسود قدام كل اللي يخون يا عادي ده مين يمسنا أو يجي قرب هنا أسوده أسود واقفين في حبك يا بلادي أسود قدام كل اللي يخون يا عادي حبك يا بلادي أسود قدام كل اللي يخون يا عادي ده مين يمسنا أو يجي قرب هنا أسود وقت الوعود أسود واقفين في حبك يا بلادي أسود قدام كل اللي يخون يا عادي